صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم بديت معكم تاني من الصباح كما العاده. هاد الايام كلها كما قلت لكم ملي جيت قنيطره يوميا ضروري ما غادي نخرج من الصباح حتى كنرجع حتى العشيه، يعني جرينا جرينا. اليوم صافي غادي نمشي ندفع الملفات ديال الدراري، غادي نكمل لهم الخلاص اللي كان بقى وندفع لهم الوريقات اللي كانوا طالبين ليا صافي، باش ان شاء الله غادي يبداو كما كتعرفوا. يعني بقات ايام قليله على الدخول المدرسي. واليوم ثاني اش نقول لكم، ناويه ندير مفاجاه لسلمى حيت هي نورمالمون عيد ميلادها اليوم، ولكن كتقول لك انا ديما كنحتفل به الليله حيت عرفتي دابا وليت كنعرق، حيت هي مزيوده مع 11 ديال الليل. قالت لك لا انا خصني يكون عيد ميلادي على البارح. عييت ما نشرح ليها بان ملي كتزادوا يعني كنقيدوا على حساب الشهر العربي الا فتنا المغرب فحنا كندخلوا النهار الجديد. ما بغاتش كاع تقبلها. والباح قالت لك هي كتحمق على السوشي، قالت لك شريو ليا السوشي، شريو ليا غير الماكله، انا ما بغيت لا كاطو لا حتى شي حاجه. درنا لها داكشي اللي بغات، ولكن شفتها بحال في الليل شويه حست براسها بحال تندم مع الحال اللي ما دارتش الكاطو. ما قالت لك علاش نتوما عيد ميلادكم كاملين كدرتوا الكاطو، انا عيد ميلادي كيجي ديما في اما كنكونوا مسافرين اما كنكونوا مشغولين اما كتكون شي حاجه وما كنديروش وما كنعقلش. قلت اليوم غادي نفاجئها ان شاء الله، غادي نمشي وما نقضيش الشغل اللي قلت لكم، يعني غنبغى ندوز للمدارس، يعني غادي ندفع لهم الدوسي ديالهم نخلص لهم وداك الشيء، ومن بعد عاد غادي ندوز ناخذ ليها الكاطو. ولكن الصراحه ما كانتش ما تشوفوش نهائيا حيت اللي حطيته في الثلاجه غتشوفوا. المهم غادي نشوف اما كومونديه نخلصوا لهم كل شيء يكتبوا لها فيه سميتها وداك الشيء، اولا المهم غنشوف كيفاش غندير هذه القضيه. بغيت تنفاجئها بعيد ميلاد باش نشوفها كيفاش غتكون رد الفعل ديالها. هي الكادو راه ديجا انا شريت لها كادو واحد السنيسله شريتها لها قبل من عيد ميلاد بواحد شي جوج سيمانات واقيلا ولا 10 ايام. باباها خلاص كيعطيها الفلوس حيت ما كيعرفش يشري لها داكشي اللي هي كتبغي، عطاها الفلوس صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم ان شاء الله، هادشي اللي كاين غادي ندير لها سوربريز، غادي نفاجئها. غنشوف الا طلع ليا البلان هو انا كدير سوربريز لشي حد معك في الدار وما عندكش فين تصيفطيه. صراحه ما لقيتش شي بلاصه اللي نصيفطها، ولا كان غير بابا كون قلت لي خرجها تجي وتلقى داكشي موجود. المهم صدق ليا البلان هو هذاك، ما صدقليش راه ما عندي ما ندير. يلا خليكم معايا. ولكن هذا عيد ميلاد مؤخرا صراحه ما كيلقاونيش مساليه، ما كنوجد ليهم والو، غالبا غير كنشري لهم بحال هكا وصافي. ان شاء الله من بعد غير ندرس صاوب داكشي وان شاء الله نوجد ليهم، نرجع للبروغرامات ديالي ديال شحال هذه كما كنا هنايا مستقرين. فاش كنوجد ليهم يعني عيد ميلاد كنوجدو على كنتفضلو. البنات راه ما عجبتنيش الحطه، جاتني بحال شويه خاويه، قلت علاش لا ما نحلهاش. كما عارفين انا دائما كنقولها لكم يعني ما نكتفيش صافي هذه الفرقه ديال الحلوه على هذا الشكل، غادي نستعملها هكاك دائما نشوفوا داكشي اللي يسلكنا. بانت لي خاويه انا حليتها وغادي نحطها باش تجي هكا في الشوفه زوينه.
صافي البنات وجدت ليها الكاطو وجدت المناضه وجدت الطبله. دابا حيت صيفطتها قلت لها خرجي انت وخوك سيروا شريو شي حاجه حد اجيو. بما انا قديت هذا الشيء باش تدخل نيشان حطت ليها نيشان في الكولوار نيشان قابله مع الدخله غير تدخل غادي تبان ليها الطبله قدامها هكا نشوف الرد الفعل ديالها حيت هي ليها غير هذا الكاطو وقالت لك بغات الكاطو في مكتوب فيه سميتها مع شحال هذه الصراحه ما دات العيد ميلاد صراحه شحال هذه ديما قلت لكم كيجيها عيد ميلادها اما خارجين اما مسافرين ولكن غنعوضوا ليها ثاني مره اخرى غنولي نوجد ليها انا نوجد لها الكاطو في الدار نوجد لها كلشي لراسي في الدار ونوجد لها حليوات هادشي غير تفتفت عليها غير باش ما تخرجش خاويه كما قلت لكم ديجا هي شريت ليها كادو كنت خديت ليها واحد السنيسله هي اللي ازلاتها قبل قالت لك دابا ناخذها قبل من عيد ميلادي خديتها ليها وهي طالبه الكاطو قالت لك كي جاتك سيربريز كل عام انت بخير وتجيب لنا شي واحد ثاني ان شاء الله واش دير فرشيطه عطيها فرشيطه لا وقت حشومه حشومه نقطعو سلمى صبروا صبروا انا بغيت نصور فين هو راك تعبان يسوي سوسي عرفت عليك سميتك باش مات بعدا تقطع صح يلا يلا سي يلا 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 شوفوا مولاة العيد ميلاد قاسم كونيكتي ماما علاش عيد ميلاد تاعنا خلينا نسهر اليوم الليل كامل وخا يسهر الواحد الليل كامل ماما انا ما بغيتيش صافي قطو شي ناقصنا غير باش تاكلو بالدقه وحده نجمعو طوي ماما شويه بشويه جامده يلا كملي ماما كيصور Coupé.